أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن، يهدي قلوب الناس للحق والتبيان. الله أكبر صوت كم هيض الأشجان، هذه بيوت الكرام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضياء المحراب. في هذه الحلقة وصلنا إلى قيل بوزير، وبالتحديد إلى جامع قيل بوزير الذي أسسه الشيخ عبد الرحيم عمر بوزير. سنتعرف في هذه الحلقة أكثر وأكثر عن هذا الجامع، هيا بنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقرة حديث الإمام معي هنا خطيب جامع قيل بوزير. نرحب بك الخطيب ناصر محسن القطيبي. أهلا وسهلا، جزاكم الله خير وعلى الرحب والسعة، حياك الله. في البداية حابين نتعرف على تاريخ بناء المسجد، مسجد جامع قيل بوزير، وإلى من ينسب ومن بنى هذا المسجد؟ طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير ما يبحث عنه في هذه الأزمان خصوصا تاريخ المتعلق برجال الولاية ورجال الصلاح الذين أسسوا مشاريع ومباني وهذه المباني على التقوى، ومن ضمنها هذا مسجد الشيخ عبد الرحيم بن عمر بن محمد بن سالم بوزير. هذا هو نسبه الشيخ عبد الرحيم، هذا مؤسس هذا المسجد، وهذا بعد ذلك أسس وصار جامع هذا البلد من ذاك الحين، من سنة 706 للهجرة. نعم، انتقل نفعنا الله به من بلدة غيل السفلى، غيل بن عمر في ساه، كان هناك مسكنهم مع والده ومع الأسرة البوزير. ثم انتقل بعد ذلك، بعدما أخذ وتعلم عن والده، ثم انتقل إلى هذه البلدة. أولا ينتقل من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، يريد أن يسكن فيها ويرى فيها شيء من الأمور المهيئة لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فصار حظ هذه المنطقة، هذه غيل بوزير. طبعا غيل بوزير اشتهرت باسمه، وإلا فكانت هي موجودة من قبل من يأتي. نعم، لذلك لم تكن مشهورة بالسكنة وناس ساكنين مدينة ولكن أو قرية، ولكن كانت أهل البادية يأتون إليها بدو رحل،
يضعون ويجلسوا قليلا ثم يرحلون. لا يأتون بأغنام وكذا ثم. لكن لما جلس فيها الشيخ عبد الرحيم فنسبت إليه لأنه هيأها للسكنة وهيأها بالبناء بالمساجد والمزارع وغيرها حتى صارت مهيئة لمن أراد أن يستقر فيها. جميل. هذا ما يتعلق بهذا المسجد. نعم. ثم بنى هذا المسجد كان من أوائل ما عمله رحمه الله ورضي الله عنه أنه بنى هذا المسجد من أجل أن يجمع الناس ويهيئ الأمور للعبادة وللعلم. نعم. فبنى هذا المسجد في سنة 706 للهجرة. جميل. أستاذ ناصر، التوسعات التي مر بها المسجد هل بني على نفس المساحة التي هو بها اليوم أم مرت بعدة توسعات؟ يذكر من عاصروا الناس الذين عاصروا في الزمان اللي قبلهم وهكذا متوارثين كان عنهم كما على حسب ما سمعنا من السيد القاضي حسين بن محمد مداحج كان من أواخر من تشرف بتوسعة أو قام يعني مع مجموعة من أهل الغيل وترأس أن قاموا بمشروع توسعة هذا المسجد بهذه البناية الحديثة هذه البناية الأخيرة تقريبا 1393 بالهجرة ويصادف يمكن السبعينات هكذا 73 تقريبا هذه الفترة إلى اليوم لم يجدد يعني على هذه البناية وإلا كان المسجد من يوم أسسه الشيخ عبد الرحيم بن عمر بوزير هو يذكر عن شيخه الشيخ أحمد باغوزة أحد مشايخ رباط غيل بوزير الشيخ أحمد باغوزة بأنه أن هذا المسجد خضع لسبع مراحل من التوسع أو من التوسيع. نعم إلى أن أصبح بهذا إلى أن أصبح بهذه الكيفية وهذه الهيئة ومن قبل كان مسجد يذكروا بأنه كان في الجهة البحرية كان مسجد صغير وكان فيه عدة سواري أو ساريتين كما يذكروا بعضهم كما يذكر الأستاذ كان صغير جدا على حسب السكان الذين كان يسكنون موجودين كان نعم. كما يذكروا بأنه أستاذ سامي بن شيخان بوزير يذكر في بعض كتبه بأنه كان ما بين سارية وسارية ستة أدرع ساريتين في المسجد بس فقط وكان يمكن روقان كان صغير بعد ذلك خضع توسع عمر بسبع مراحل إلى أن أصبح نعم إلى أن أصبح في هذه الهيئة الآن بهذه أصبح جامع لمدينة غيل بوزير نعم أيضا ما دام المسجد أصبح جامع لغيل بوزير تقام فيه مناسبات سواء في رمضان وغير رمضان مناسبات فيه على مدار العام أبرز المناسبات المقامة في المسجد طبعا من أبرز المناسبات السلفية القديمة المتوارثة من لدن الشيخ عبد الرحيم مؤسس هذا المسجد ومن جاء ومن بعده إلى وقتنا هذا على مدار السنة في عند مثلا في شهر ربيع الأول يعقد المولد السنوي في ليلة 12 من ربيع الأول تعقد في المسجد نعم يقام في المسجد وكذلك يعني تقام في بعض المناسبات في كثير منها اندرست إلى الآن في هذه الفترة اللي راح نتكلم فيها اندرست كثير من التراتيب التي كانت تعقد اختفت كانت يعني يقرؤون راتب الشيخ عبد الرحيم كما يذكر كثير من الشيبان لكن ما هو الراتب وكيف يقرأ يعني لم حتى الكثير منهم نسوا إيش يعني فصار الآن يقرأ راتب الإمام الحداد ما بين الأذان والإقامة يقرؤونه بعد صلاة العشاء نعم أو بعد أذان العشاء إلى قرب الصلاة على ما تجمع الناس يقرؤون راتب الإمام الحداد هذا ما يتعلق بالسنوات كذلك عقود الأنكحة تقام في المسجد كذلك ختومات إن كان أحد من سكان البلد توفي فأرادوا أهله أن يعقدوا له شيء من القرآن يوهبوا له فتعقد في هذا المسجد يعني كان قديما كان محور لمدينة غيل بوزير نعم كانت هذا بالنسبة للمسجد كان يرجع للمسجد تقام فيه صلاة الجمعة كان هذا أول ما أسست صلاة الجمعة إلى فترة طويلة حتى كان كثير منهم متحرجين أرادوا أن يعقدوها في كثير من المساجد ولكن لم يفتحوا لهم الفقهاء أو علم البلد أي مجال التحرز من عدم التعدد حتى يعني رأوا الحاجة ألمت ومحتاجين البلد فتوسعوا فأخذوا جمعة في مسجد ذهبان لكن هذا المسجد يعتبر أول مسجد المسجد القديم تقام فيه صلاة الجمعة
والخطبة وغيرها. نعم. وعقود النكاح و... نعم. ختم القرآن. نعم. في رمضان يقام ختم القرآن. أيوة في رمضان أيضا يقام ختم القرآن في ليلة السابع، في ليلة 27 التي كما عن سيدنا عبد الله بن عباس بأنها ليلة 27 تكون ليلة القدر، فالتماسا لهذا. وفي غالب جوامع كثير من البلدان في حضرموت وغيرها كانت تعقد فيه في ليلة 27، في هذا المسجد تقام في هذه الليلة في من رمضان تعقد هذه المجلس، يبدأون بقراءة ختم القرآن من سورة الضحى إلى سورة الناس في الصلاة، في الصلاة، ثم بعد ذلك يقرأوا الدعاء المنسوب إلى سيدنا علي زين العابدين، بعد ذلك يقرأوا شيء من الخطبة، خطبة يسمونه خاطب أو خطبة قاسم القسم للإمام الزيلعي، عدها خطبة يعني مؤثرة وفيها تذكير للناس كيف سيخرج شهر رمضان، التذكير لهم، حتى كثير من الشيبان كانوا لما يسمعونها كانوا يبكون وتأخذهم العبرة وتأخذهم التأثر في من خلال ما يسمعون توديع رمضان. بعد ذلك توشيحات في آخر الجلسة، في آخر الختم تكون شيء من الأناشيد، منها جماعية ومنها ما هو يعني السماع فردي. من أبرز التوشيحات اللي تقام؟ من أبرز التوشيحات كما مثلا الوداع 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 الوداع، في يعني اسم أبيات ما تحضرني الآن، ولكن يعني المقصود منها بأنها فيها توديع لشهر رمضان. أو نعم، وفيها شيء من ذكر ليلة القدر وما يحصل فيها من الخير ومن البركة. أستاذ ناصر، أيضا دائما المسجد تعقد فيه حلقات القرآن، هل تعقد حلقات القرآن في مسجد جامع غير بوزير؟ نعم، يذكر أن هناك في حلقة لأحد من أولاد الشيخ عبد الرحيم بن عمر بوزير مؤسس هذا المسجد. طبعا الشيخ عبد الرحيم مؤسس المسجد له ثلاثة من الأولاد، الشيخ عثمان والشيخ سعيد والشيخ أحمد، هؤلاء ثلاثة منهم أولاده، هؤلاء أولاد الشيخ عبد الرحيم بن عمر بوزير الذي خلفه من بعده، وأسسوا مجالس من ضمنها حلقة تنسب لأحد أولاده، حلقة الشيخ عثمان القرآن كانت تقرأ في النصف الأخير من الليل قبل الفجر وقت السحر، يقرؤونها ويجتمعوا، كان يحضرها كثير كما يذكروا بأنه في بعضهم حتى لا يعرفوا يقرأ القرآن أو لا يجدون القراءة أو مثلا يعني بأنهم كفيفين ما يبصروا، ولكن فتح الله بصائرهم بنور الهداية فصاروا يحضرون هذه المجالس ويقرؤون القرآن حتى أنهم حفظوا من خلال كثرة ترديد القرآن في هذه الحلقة، كثرة جلوسهم مع هؤلاء، فسمعوا وحفظوا فصاروا يحفظون، كثير من هؤلاء حفظوا منهم وإن كانوا عوام أو كانوا لا يبصرون، ف يعني هذا ما يتعلق بحلقة القرآن. نعم. أستاذ ناصر، لو تذكر المؤذنين أو الأئمة الخطباء السابقين لهذه الفترة، تذكر لنا بعض منهم أو أحدهم؟ نعم، طبعا قبل أن نعرج إلى هذا الموضوع، في استذكرت الآن ما يتعلق بالمناسبات، المناسبات في تعقد أيضا في ليلة 27 من رجب، يجتمع أهل البلد يقرؤون قصة المعراج وما حصل فيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من الشرف ومن الكرامة، يقرؤوها للناس العوام في خطبة للإمام الغيطي، خطبة يتكلم فيها عن قصة المعراج من يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل وأعرج به وثم نزل إلى الأرض وحصل ما حصل، يقرؤوها للناس ويحصل فيها سكينة للناس وتفهيم تذكير ويتأثروا بها. نعم، هذا ما يتعلق. كذلك أنها أيضا تعقد فيها يعني مجالس للصلوات الجنازة، ليس كحضرموت الداخل، حضرموت الداخل هناك في مساجد خاصة يسمونها الجبانة حق تكون للأموات الصلاة على الميت، لكن عندنا هنا في الساحل خصوصا تكون في المساجد اسمه الجوامع تصلى فيها صلاة جنازة. نعم، أيوة صلاة جامعة. بالنسبة للموضوع الذي ذكر الأئمة والخطبة، طبعا تشرف بالخطابة والإمامة في هذا المسجد مجموعة من يحضرني الآن ذكرهم عبر مجموعة من ما سمعناهم من عقلاء هذه البلد مشايخها، الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم باوزير تولى الخطابة والإمامة في الإمامة الخطاب في المسجد، كذلك الشيخ فرج بن نويصر
شيخ فريد بن نويصر من أهل الشحر، هو ساكن في الشحر من علماء الشحر، فانتقل فترة من الزمن استقطبوه فصار خطيبا وإماما أيضا، إلى أن حصلت حادثة كذا فهم أن يرجع بعد ذلك إلى بلده للشحر. وهو طبعا من تلاميذ السيد عبد الله وعبد الرحمن صاحب رباط الشحر، من شيخ بكر صاحب رباط الشحر، من تلاميذ هذا الشيخ فرج بن نويصر. كذلك الشيخ سعيد بن نصر إمام وخطيب، كذلك محمد رسول الله اسمه خطيب كان الشيخ مبارك بن هادي طيب، كان خطيب أيضا. كذلك من تولى الخطابة بعدهم الشيخ مبارك باهمز، الشيخ مبارك بن عبد الله باهمز، والشيخ عبد الله بن عبد الرحيم بمخرمة، الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم بمخرمة اللي يعني ذكرنا والده أول كان في تولى، فهو يعني إلى الآن يعني لا زال على قيد الحياة، والآن يخطب في مسجد الجامع، في مسجد الجامع. توليتم الخطاب أنتم عقب من؟ تولينا الخطاب الآن حاليا بعد الشيخ عبد الله بمخرمة. أنتم عقبت الشيخ عبد الله. شرفنا الله سبحانه وتعالى بالخطاب في هذا المسجد. طبعا هذا ما يتعلق بالخطاب، أما الإمامة أيضا الشيخ أحمد بن لقدي أحد من مشايخ البلد، كذلك الشيخ سالم، الشيخ عضبة مهدي، كذلك الشيخ سالم بحارث، كلهم كانوا أئمة. نعم إلى الآن الشيخ سالم بن أحمد بن الأحمر هذا الأستاذ القدير إمام، والآن متولي لإمامة المسجد حاليا. نعم. في الأخير دور المسجد في المجتمع والمحيط الذي يحيطه، أو في دور سواء قديما أو حديثا، ماذا كان يقوم بجامعة غير الوزية؟ طبعا بالنسبة لما يقدمه هذا المسجد من البيئة التعليمية لهذا البلد، خصوصا أنها تعقد في شهر رمضان في مجالس علم، مجالس تعليم، مثل ما عقده الشيخ سعيد، الله الشيخ سعيد بن محمد بن رعية صلى الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، عقد حلقة يدرس فيها مجموعة من المدرسين ما يحضروها سنوات عديدة في شهر رمضان، تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا إلى يعني لمدة ساعة ونص هكذا، يكون فيها في الفقه وفي التفسير وفي شيء من السيرة وغير ذلك، تقام لعوام الناس. نعم لعوام الناس. وبعد صلاة العصر يعقد أيضا درس في بداية وآخر عمره، بعدين خلاص اكتفى بهذه الحلقة، لكن إلى الآن توارثوها تلاميذه وصاروا يعني يعقدوا هذا الدرس بعد وفاته إلى الآن. هذا ما يتعلق بدرس الشيخ سعيد بن رعية. وكذلك تعقد دروس في شهر رمضان إلى الآن بعد صلاة العصر يعني ينفع الناس. ولا ننسى في هذا المطاف أيضا أن نشير إلى مدرسة قديمة كانت تابعة للمسجد، أيوة، أسسها الشيخ عبد الرحيم بن عمر باوزير، حين أسس هذا المسجد لم ينسى أن يخلق بيئة صالحة لأولاده ولأحفاده ولمن أراد من أن يتعلم، وكان الله سبحانه وتعالى فتح عليه وبسط عليه من أبواب الرزق، ما جعله يشترك كثير من الأراضي وكثير من البقاع، فأوقفها لهذا المسجد ولهذه المدرسة، فصار استقطب كثير من العلماء والفقهاء المشهورين، من ضمنهم الشيخ محمد بن أحمد باجرفيل، أحد من علماء دوعن، رجل من كبار أهل التصوف، وكذلك من آل باقشير، كذلك يعني كثير من آل باشكيل كانوا يدرسون في هذه المدرسة. فصار في القرن السابع الذي فيه الشيخ عبد الرحيم، والقرن الثامن والقرن التاسع، هذه فترة زاخرة بالعلم والتعليم، كانت المدرسة مفتوحة للجميع، للجميع، حتى أنهم صار يرد إليها كثير من العلماء حضرموت الداخل، كما يذكر بأن الشيخ عبد الرحمن إمام الأحقاف، إمام الوادي، الشيخ عبد الرحمن السقاف، وكذلك ابنه الشيخ أو حفيده الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن جاء إلى هنا إلى غير باوزير وتلقى عن علمائها وعن مشايخها، ولعله أخذ عن مشايخ الموجودين في ذلك الزمان مما كانوا موجودين في هذه المدرسة.
نعم في 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 هذاك الزمان. جميل استاذ ناصر، الصراحه كان حوار شيق معك، فنحن قبل الختام نحب ان نقدم لك درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت ومن اسره برنامج ضياء المحراب. شكرا لك. جزاكم الله خير، احسنتم، بارك الله فيكم لك. نشكركم ونشكر قناه حضرموت والطاقم المكلف بهذا المشروع وهذا البرنامج، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكلله بالنجاح آمين. والفوز امين يا رب العالمين. شكرا لك، جزاكم الله خير. وفقرة رواد المسجد، ومعي هنا العم عمر سالم حمدان. حياك الله عم عمر. الله يحييك. عم عمر، في البداية حابين تعرفنا أكثر عن التوسعات اللي شهدتها أنت لمسجد غيل بوزير، جامع الغيل. أول قبل كل شيء نرحب فيكم أجمل ترحيب في مدينة غيل بوزير. ومن جهة سؤالك، في 7 توسعات قعدت في المسجد، وفي توسعات وفي يعني اهتمام بالمسجد أكثر، يعني خاصة في الأوقات. عام كم آخر توسعة؟ في عام 1970. كم توسعات مرت على المسجد؟ حوالي 7 توسعات. 7 توسعات. 7 توسعات. أنت من المداومين على مسجد الجامع. نعم الحمد لله. حوالي كم سنة وأنت مداوم على الصلاة في مسجد الجامع غير بوزير؟ الجامع تقريبا ما يقارب 15 سنة نحن في المسجد. 15 سنة. أيوة. وتقربنا ورجعنا ولازلنا في المسجد الجامع. يعني من وانتو صغار. وانتو صغار نحن في الجامع. ما شاء الله. أيوة. إيش المناسبات اللي تقام في المسجد؟ المناسبات الدينية كلها تقام في المسجد، في الموالد، في الدروس. تقريبا قبل فترة وقفت حسب التوقيف المساجد، دروس العصرية يدرسون فيها. ناس تحفيظ القرآن، يجون ناس يحفظون، ترتيبات مرتبة يعني. في رمضان؟ في رمضان دي وكذا الختامي. الختاميات، الموالد. يقام شي ختم في الجامع؟ ختم ختم رمضان. ختم رمضان يسوونه ليلة 27. 27. 27 نعم. جميل. عمر قلت لي أنت صغير وأنت في الجامع، إيش أبرز ذكرياتك مع الجامع؟ والله الجامع أقول لك ما أجمله صدق، يعني تحس أنك تنتبه للجامع، تنتبه للدروس اللي تعطى، تدرس كل شيء، منور الجامع بكل شيء. كنت تحكي لي لما تعبر جنازة كان لكم طقوس الأهالي. أول كنا نعم صح، لما تعبر الجنازة تخاف، نشيل نحن شوية طين بالأرض نطرحها على صدورنا، يقول لك تاليتها إلى الطين لأنها خوف. فرق بين الأول والحين. كنتم خايفين؟ خايفين من الجنازة، حتى من ليلة الأسرة والمعراج. ليه تسوي ليلة الأسرة؟ يدهنوا نحن طرحوا نحن العطورات. ليش؟ قالوا ها محل مولد يشيل لك المعراج. عقول حق أول بيخوفون الأولاد. يكون في رهبة. رهبة فعلا. انت من المغرب انت في الدار متخبي من المعراج، سبحان الخالق. ونحس الشباب يعني الوقت الحاضر انهم ينتبهون للمساجد والدخول فيها والقراءة فيها القرآن، هذا شيء عظيم والله. عم عمر قبل الختام، معانا درع تذكاري لك مقدم من تلفزيون حضرموت. نشكر لك جهودك اللي تقوم بها في المسجد، وأيضا هذا مقدم من أسرة البرنامج. شكرا لك.
تحدثنا الكتب أن الفتوحات التي شهدها العالم الإسلامي في أبهى مراحله وأفضل تجلياته جلبت معها بعض الأمور التي لم تكن بالحسبان، فقد أدى اختلاط العربي بالعجم إلى ظهور اللحن في قراءة القرآن الكريم. فما درئ العرب ماذا يصنعون لحل هذه المعضلة؟ فهيأ الله لهم أبو الأسود الدؤلي ليضع النقاط على حروف القرآن الكريم، مبينا بذلك كيفية رفع الحروف ونصبها وجرها. وليس بغريب عليه، كيف لا، وهو الذي بلغ مبلغا عظيما في مجال اللغة. أحب مسجدي من مسجد جامع قيل باوزير. معي هنا أحمد محمد الشحيري. أحمد، اليوم أنتم قمتم بمبادرة في مسجد جامع قيل باوزير، ما هي وما نوعية المبادرة التي قمتم بها في مسجد الجامع؟ قمنا بتنظيف أرضية المسجد ومسح المصاحف وتنظيف بعض النوافذ والجدران في هذا الجامع قيل باوزير. جميل. أنتم في مجموعة من الشباب، هل أنتم طلاب المسجد أم طلاب رباط بن سلم؟ نحن طلاب رباط قيل باوزير. متعودين دائما تقوم مثل هذه المبادرات لمسجد الجامع؟ نعم، نأتي هنا في قريب رمضان وفي الأعياد يعني نوظف ونساعد في تنظيف هذا المسجد. هل قمتم بفعاليات مثل هذه من قبل؟ مثل ايش قمتم مثلا غير التنظيف؟ نعم، قمنا بترتيب المكتبه وتنظيفها وابعاد الغبار عنها. جميل. كلكم طلاب الرباط ام في بعض منكم من غير طلاب الرباط؟ جميعنا طلاب الرباط. جميعكم طلاب. جميل. اذا احمد محمد الشحيري هنا درع مقدم من تلفزيون حضرموت واسره برنامج ضياء المحراب، نشكر لكم جهودكم في الاعتناء ببيوت الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. شكرا محمد. فقرة حفظة الوحي، معي هنا الحافظ سعيد مفلح أحد حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. سعيد، في البداية إلى كم وصلت في حفظة الكتاب الله سبحانه؟ حفظت إلى 8 أجزاء بمساعدة من أمي وأبوي وأخواتي وبعض المدرسين كمان ساعدونا واللي درسون المدرسين هم الأستاذ سالم عبد المجيد البيض والأستاذ محفوظ أحمد بشطح والأستاذ محمد برباوزير. جميل، لأن هناك من الأهل من يساعدون في تحفيظك كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت الآن بدأت تقطع الشوط في وصلت لا يقارب الثلث لكتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا غير فيك القرآن وأنت الآن في حفظك لكتاب الله؟ إيش حسيت؟ حسيت يعني غير فيك القرآن؟ حسيت نور في قلبي يعني إذا انشرح. هناك تغيير داخلي ده. طيب سعيد، انت تحفظ القرآن، بالنسبه للدراسه كيف انت الدراسه؟ الدراسه زين. الى كم وصلت؟ صف كم؟ صف ثامن. وصلت للصف الثامن، ان شاء الله ما تمر السنه لو اكملت حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. سعيد، بعد دراستك وبعد اتمامك للصف الثالث ثانوي الى اين تنوي؟ طبعا نبغيت بدخل يعني في دراسة طب ولا مختبرات ولا شيء، نوع تخصص طبي إن شاء الله. طيب سعيد، حابين نسمع منك بعض من الآيات التي حفظتها، اسمعها بصوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. سعيد نتمنى من العلي القدير أن يوفقك في مسيرتك إن شاء الله وتتم حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى وأن توفق في دراستك الجامعية والأساسية والثانوية. قبل الختام معنا هنا درعة تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت وشكرا لك سعيد. شكرا لك. جزاك الله خير. مشاهدي الكرام بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا التي تعرفنا فيها على جامع الشيخ عبد الرحيم باوزير. حتى نلقاكم في حلقات قادمة دمتم في أمان الله. أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن يهدي قلوب